ستة أشهر أحمد على هذه الحرب، نتابع معك يوميا ما يجري فيها. عشتم وعاش أهالي غزة شهر رمضان على وقع حرب، وبعد ساعات فقط سيكون هناك وسيبدأ عيد الفطر، وبالتأكيد عيد الفطر كذلك في على وقع حرب، مع أن كان المأمول أحمد بأن تكون هناك هدنة على الأقل مرتبطة بعيد الفطر، أو هذا ما طرح، وقيل أنه طرح مصريا على الجانب الإسرائيلي ولم تكن هناك أي أجوبة من الجانب الإسرائيلي. لنحاول تقريب المشهد أكثر في رفح للمشاهد العربي، ما الذي يجري هناك؟ كل عام وانت بخير سارة. نعم، على الأقل كان من المأمول أن تكون هناك، على الأقل كان من المأمول أن تكون هناك هدنة إنسانية مرتبطة بعيد الفطر السعيد، وهذا ما كان يحاول الوسطاء الوصول إليه، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اختراق يؤدي إلى أن تكون هدنة على الأقل خلال الأيام القادمة. المشهد صعب جدا، أتى رمضان ولم تكن هناك مظاهر واستعدادات، وأتى العيد كذلك الأمر على الأقل في مدينة رفح التي تأوي مليون نازح من جميع مناطق قطاع غزة، لم يحتفلوا بالعيد، لم يستعدوا لهذا العيد بسبب الظروف المعيشية والحياتية، وبسبب أيضا استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا استمرار الاستهدافات والغارات الإسرائيلية على وجه الخصوص في مدينة رفح جنوب القطاع. لازال القصف الإسرائيلي يستهدف منازل، أراضي زراعية فارغة، لازالت أيضا الزوارق الحربية تستهدف المناطق الغربية لمدينة رفح، وبالتالي كل ذلك ينغص على النازحين وسكان رفح الاستعداد للعيد الفطر، وبالتالي الأوضاع تتفاقم، الأزمة الإنسانية لا زالت متفاقمة معقدة للغاية بالنسبة للنازحين، لم يحصلوا على المساعدات التي يعتمدوا عليها بأكثر من 99% من سكان مدينة رفح يعتمدوا على المساعدات الإنسانية. أحمد، ماذا عن الأسعار؟ بالشكل المطلوب، السلع قليلة بالتأكيد من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتالي الأوضاع أحمد، السلع قليلة والمساعدات التي تدخل كذلك قليلة، أيضا لسكان مدينة خان يونس الذين عادوا إليها ووجدوها أثرا بعد عين، التدمير، الخراب، البنية التحتية مدمرة متهالكة، لا يوجد منزل في مدينة خان يونس إلا وتعرض إلى استهداف من المدفعية أو الطائرات الحربية الإسرائيلية، وبالتالي يأمل سكان القطاع أن تكون هناك هدنة قريبة تمكنهم من العودة إلى شمالية القطاع، توقف الحرب الإسرائيلية، توقف شلال الدم الحاصل في قطاع غزة. رشاد،